ماريو هاني، ممكن اعرف ايه هي اداره الاعمال، يعني اداره، وايه الفرق بين اداره الاعمال وماجستير اداره الاعمال. اداره الاعمال اللي هي العلوم الاداريه، ازاي تدير البيزنس بتاعك. ماجستير انك تاخد ماجستير في اداره الاعمال والديجيتال ميديا والتسويق. طبعا الديجيتال، في حاجه اسمها ديجيتال ماركتنج، وفي حاجه اسمها اونلاين ماركتنج واي كوميرس. كل دي على فكره مصطلحات مختلفه عن بعضها. وماركتنج، طيب بسرعه كده، كل اي حاجه ديجيتال، يعني مثلا الاس ام اس ده ديجيتال ماركتنج بس مش اونلاين. الديجيتال ساينز اللي في الشارع ده ديجيتال بس مش اونلاين. الاونلاين ماركتنج اللي انا بقى ادخل على السوشيال ميديا وجوجل وجوجل ادز ويوتيوب واعمل ويب سايت. طيب الاي كوميرس ان انا اعمل موقع ابيع من عليه. مش كل الشركات بتعمل موقع تبيع من عليه. مثلا الشركات اللي عندها صفحه فيسبوك بتقول للناس تعالوا لنا محلنا في الحته الفلانيه، ده كده مش اي كوميرس خالص، ده كده بيستخدم السوشيال ميديا عشان يجيب زبونه. لما اعمل انا موقع ابيع من عليه والاوردر والناس تعمل اوردر زي سوق دوت كوم، ده اي كوميرس. فيعني انا عرفتك اهو الفرق بينهم، وان كان بسرعه شويه. احنا اتكلمنا عن التحصيل وعميل سيء في التحصيل. اتمنى انك انت معلومه برضو انا بحاول اعملها الايام دي، الفيديو اللي هو اللايف ده دلوقتي ساعه ونص، بحوله لخمس ستة فيديوهات حسب المساحه يعني او حسب الموضوعات، وبنزله على اليوتيوب. وبدأ اعمل حاجه وطلبت ناس تساعدني، وفي ناس مشكوره كتير بعتوا لي وبداوا يساعدونا، فيساعدوني فعلا ان انا هحط الفيديو على اليوتيوب. لو ما تفتح حركه الديسكريبشن هتلاقيني انا ممكن مثلا بجاوب على 7-8 اسئله في خلال الفيديو الربع ساعه، موضوعات مختلفه وما لهاش علاقه ببعض. انت حضرتك مهتم بموضوع منهم، هتلاقي في الديسكريبشن كده هتلاقي فيه لينك مثلا مكتوب الدقيقه 2:35 ثانيه لونها ازرق كده، تدوس عليها بالماوس يقوم مدخلك على الدقيقه 2:35، لان جنبها مكتوب مثلا سؤال معين انت مهتم بيه. انا في اسئله كتير من دي جاوبت عليها في لايف قبل كده، التحصيل نعمل فيه ايه يعني. فانت حضرتك إيه؟ هتدخل على القناه، وممكن لو لقيت العنوان بتاع الفيديو جميل، العنوان انا دايما بحط عنوان الفيديو ايه، سؤال اهم سؤال في من اللي انا جاوبت عليهم، بس ممكن اكون مجاوب على 7-8 اسئله، هتلاقيهم في الديسكريبشن. ازاي احول مشروعي لبراند مشهور؟ انا منزل برضو، بدات اتكلم على البراندنج على اليوتيوب، بس لسه مش كل الفيديوهات. في فيديو على يوديمي بيتكلم عن البراندنج. انا مهتم اهتمام تاني موازي ولا يقل اهميه عن ان الناس تعرف الحاجات دي من غير ما يدفعوا فلوس، لان مش كل حد ممكن يبقى متاح له انه يدفع فلوس، مش كل حد ان هو عنده الوقت ان هو يقعد يشوف فيديو كامل او يحضر كورسات او كذا. احنا بعيد جدا. حتى لما انا مثلا كنت مره بجهز لمحاضره عن اخطاء الشركات وحاولت اجيب ريسورسز من بره، لقيت ان احنا يعني الاخطاء اللي هي اللي بيعملوها الشركات بره، لو احنا عملناها نبقى احنا كده شركات عظيمه جدا في مصر. يعني حتى نوعيه الاخطاء مختلف. ليه؟ لان الثقافه الاداريه ضعيفه جدا. ما فيش حاجه بره مثلا يقول لك ان اخطاء الشركات ما بقاش عندك حسابات، يعني دي ما تخطرش على بال حد اصلا. شركه من غير حسابات ازاي؟ احنا عندنا شركات من غير حسابات دي قاعده اصلا، القاعده ان ما فيش حسابات. لما بتلاقي حد يقول لك انا عندي حسابات ومظبوطه وبطلع قوائم ماليه، انت كده يعني بتقوم يعني تنحني له احتراما. فليه الناس مش حاسه بقيمه الحاجات الاداريه وفاكرين ان العلم في الراس مش في الكراس والكلام ده؟ فانا عايز انقل النقله دي. النقله دي لوحدها بتخلي الناس تيجي تقول لك اه طب ما والله بقى ايه، احنا عرفنا حاجه تعال نتعلم الباقي بشكل غير مباشر. بس لوحدها في ناس حتى بتبعت لي وانا ببقى سعيد جدا. يعني في واحد قال لي انا مهاجر في بلد كده بره وعملت مصنع واكتشفت ان غلطه في التسعير عندي كانت بتخسرني كتير لما سمعت الفيديوهات اليوتيوب. انا ببقى سعيد جدا. خليني اقول لكم حلم عندي يمكن ربنا يقدرني قبل ما اموت اعمله. انا عايز امسك كل العلوم بتاعت الام بي اي دي، ابسطها اساسياتها على الاقل، وانزلها فور فري للي عايز يبقى مستواه ام بي اي ليفل، ما يدفعش ولا مليم ويتفرج عليها فور فري. طبعا انا عملت شوية، بس انا عملت ايه يعني، لو كان يكون اللي انا عامله ده ما يزيدش عن 5% من المجهود، والموضوع محتاج تفرغ. عشان كده انا بقول لكم من ضمن الاسباب اللي انا بدات اتفرغ لها ان انا عايز اعمل الكلام ده. والاجانب، المواقع الاجنبي كتير عامله كده، انا مش صاحب الفكره دي، هم بس عاملينها بالانجليزي. ناس كتير بالنسبه لهم الانجليزي مشكله، وناس كتير الانجليزي بتاعهم كويس بس يستسهل يسمع العربي، يعني لان المذر تانج دايما بتبقى احنا بنفكر باللغه الام اللي احنا المذر اللي هي اللغه اللي بنتكلم بيها. دعواتكم بقى ان ربنا يقدرنا نعمل حاجه زي دي. يعني اتمنى اكون قدمت شيء مفيد، واشكر اهتمامكم، وانا بكون ان انا صوتي يوصل يعني لناس من دول مختلفه، وده يعني بيحسس الواحد بانه بيعمل شيء ذو قيمه. دايما نلتقي على خير، وان شاء الله
برضو في انتظار اقتراحاتكم لمواضيع للجمعة القادمة اللي هتكون بإذن الله 9 مساء بتوقيت القاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.